السلام عليكم، أسلم لكم. ماذا كنت أتكلم؟ كنت أتكلم على، قلت لكم العمال من حين لا آخر يأتوك يطلبون منك أن تعلمهم. كم من مرة أنا يأتيني، مرة لحام، مرة عامل بسيط، مرة، لأنه ينظر إلى الرافعة خاصة إن كانت جديدة وتأتي في باله. أنت، أنا متأكد عندما تريه لو تعطيه يوم كامل يقودها ينساه. لا تقل له كلام مجرح يجرحه. مثال، أنا أعرف أحد يقود في رافعة شوكية، ليس رافعة، آلة شوكية، رافعة شوكية صغيرة. أتى لأحد قائد رافعة، قال له: من فضلك أريد أن أتعلم الرافعة، إذا تستطيع أن تعلمني. ماذا قال له؟ قال له: اذهب تعلم في الرافعة الشوكية أولا ثم تعال إلى هنا. كلام جارح ممكن لا ينساه مدى الحياة، ويتكلم فيك يقول له: لو يريني. أنا متأكد أنك إن أريته الأزرار، متأكد 100%، غدا ينسى كل شيء. أنت دير على خاطره، اجعل على خاطره دقيقة أو دقيقتين، قل له: هذه تفعل كذا وهذه تفعل كذا. أنا أمس فقط أتاني أحد العمال يعمل في الهندسة المدنية في الإسمنت المسلح، قال لي: أريد أن أجعل تخصص رافعة، ما رأيكم؟ قلت له: تخصص جيد، لكن يجب عليك أن لا تيأس عندما تجعل تربص. ثم كذلك دائما أقول له: تعال أريك، تعال أريك. لم يأتي. مرة أتاني، أفهمته كل شيء حوالي ساعة وأنا أريه: هذه تفعل كذا، هذه تفعل كذا، وزن المضاد، يجب عليك أن تخرج الأرجل، يجب أن تخرج الأرجل. فمن ذلك الحين لم يأتي. أنت دير على خاطره فقط، وهو راه يعدك. إذا كنت أنت في مكان خطير وتعرف الخطر أنه يكون خطر عليك وعلى الرافعة، بطبيعة الحال أنت لا تريه. لازم يكون معك وأنت تقول: هذه تفعل كذا وهذه تفعل كذا ويجب أن تفعل كذا. في نفسه يرتاح هو. أو لم يعد، هذا جاني مرة واحدة ولم يعد. هم كثير من العمال. مرة كذلك أتني أحد العمال، قال لي: السلام عليكم، هو يعمل شيدروني مثل هذا اللي رام يعمله الآن، هم هذون يعمل مثل هذون. ماذا قال لي؟ قال لي: لقد دفعت فلوس كثيرة من أجل تربص، ولم تصح لي، تتح لي الفرصة لأقود رافعة. من فضلك، من فضلك علمني، راه عندي شهادة لكن لا أعرف. فصعد عندي هنا في قمرة القيادة، كنت ذاك الوقت أقود في ميرغروف 55 طن، صعد عندي في قمرة القيادة. ثم قبل أن أبدأ له قال لي: أقول لك شيء، إن كنت تريد أن تريني من فوق قلبك فلا تريني من، وإن كنت تريد تريني من قلبك بارك الله فيك. قلت: أنا لا أريك لا من فوق، لا من فوق قلبي ولا من خارج قلبي. قلت له: اذهب، أتي بكاميرا وأريك وأتكلم، أجعلها فيديو. أول شيء كي لا تنسى، وثاني شيء عندما تذهب إلى المنزل أو الغرفة تستطيع أن تعيد الفيديو فتتفرج فيه جيدا وتحفظه. وصدقوني لم يعد، هو يعمل بجانبه لكن لم يعد. المهم، خذ بخاطر الإنسان هذا الذي يأتيك ولا تتكبر عليه. أنا راني قلت لكم ما تكبروش، وراء هذا القائد الرافع راه دائما يوكي عندما يدخل المعمل، مثله مثل عندما يدخل الملعب يبدأ المتفرجون يتكلمون عليه في السراء وفي الدراء. قال مثله بحال إنسان لا بأس به، تكون كل في المعمل قالوا فلان لا بأس به. إذا كنت متكبر يقولوا فلان متكبر، إذا كنت كسول يقولوا كسول، إذا كنت تتنرفز حامي. قلت لكم هاي بالمناسبة، هو إنسان أتى يبحث عن ماء، والله يصدق، والله ثلاث في رمضان كانوا عندي برميلين من الماء تاع 5 ريتلات، واحد لي وواحد العمال، وكنت أقسمهم لهم بالتساوي.
خمس ريت لي وخمس ريت له، وذيك خمس ريت له قسمها بالتساوي العمال. لماذا؟ لأجل بل ليس لأجل بل، لكن ليس لأجل بل، لكن لي 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 للناس يذكرونك بالخير إن شاء الله. قال فلان لنا صدقة، صدق الحمد لله. كل إنسان، يوجد كثير من الناس يجعلون الخير، يجعلون الخير، يجعل الخير قدر ما استطعت، يجعل الخير قدر ما استطعت. وكأنك تبحث عن الخير كل مرة، الخير الذي لا يضرك بطبيعة الحال، ليس الخير الذي تعرف نفسك أنك يضرك أحد. قلت لكم في رمضان وجعلت برميلين تعماء يأتوا يغسلون أوجههم في الحرارة الشديدة، كلهم يقصدونني، كلهم عرفوا عندي الماء، كلهم يقصدونني. أو الآن هذا قائد الرافعة راه الآن كمل الحمولة تاعو وانتهى، الآن يجعل عملية عكسية وهي ينزل ذلك الوزن المضاد مقدر بحوالي 110 طن. كاين ثلاث حجرات يأتوا من الفوق ويأتي فوقهم مسمار، لقد جعلت لهم فيديو، مسمار على اليمين ومسمار على الشمال، والحجرة الأولى اللي من الفوق يأتي فيها كذلك مسمار صغير، كذلك جعلت له فيديو. وبعد ذلك يأتوا أربعة ولا خمسة، عشرة طن، تبدأ هي بالعشرة، عشرة واحد الأربعة، ثم طاولة، ثم يأتوا ثلاثة فوقها، ثلاثة هنا راه دار ثلاثة، ممكن راه عدوا أكثر من ثلاثة. أنا الحقيقة راني أول خطرة نشوف هذه 300 طن 350 طن كيف يرفع الوزن المضاد وكيف يعمل أول مرة. حتى لي بلاك دابوي وهما هذا الأرجل رأيت كيف يعمل، هذا الأرجل راه مخيفة أخا، ليس ثقال، أستطيع أن أجرهم بيدي. هو فيها حالتين، الحالة الأولى أنه يجعلهم بجانب الرجل، والحالة الثانية ثم يتقدم يصعد السيسبونس ويتقدم بعدما يثبت لاكس روتاسيون. والحالة الثانية يخرج الرجل نصف فقط، يخرج مثل النصف ويجعلها هنا ثم يخرج الرجل، يكمل الرجل. هذا راه للاستفادة فقط، أنا أعرف أن ممكن في حياتك لا تقودها لا أنت ولا أنا هذه الرافعة، لكن للاستفادة، ولكن تولي عندك معلومة، تولي عندك معلومة عن الرافعات هذه الكبار. هذه الشركة راها اسمها سارانس، راها شركة عالمية، راها فيها حوالي 32 دولة في العالم، توجد في كل الدول، ويقبلون بالقائد الرافع، يقبلون به، لكن أظن أن الثمن ليس، وما الثمن ليس الثمن، لكن لا أدري لماذا العمل.